من سفر يشوع ابن سيراخ. ربما الواحد فينا لأول وهلة يبص لهذا السفر على أنه عبارة عن وصايا أخلاقية نلتزم بها إزاي الواحد يتعامل مع الناس. لكن الحقيقة رغم هذه الوصايا وأهميتها، لكن مرتبطة بالإيمان، لأن مسيحنا نزل إلى هذا العالم وسلك بين البشر، وأيضاً معاملاته مع الناس تختلف من شخص لشخص. على رأي ذهبي الفم يقول إيه؟ يقول إن الإنسان بيحب ولاده، رغم إن محبة الإنسان سواء الأب أو الأم للابن أو الابنة محبة لها تقديرها، لكن يتعامل مع الابن الطفل الصغير بطريقة، ومع الصبي بطريقة، ومع الشاب بطريقة، ومع ابنه لما يبقى أدلت أو يبلغ سن الرشد بطريقة أخرى، ولما يكبر أكتر من كده برضو بطريقة تانية. يعني رغم أن الحب الأبوي أو حب الأم هو، ولكن البيبي الصغير عايز طريقة معاملة، عايز تكسبه بواحدة شوكولاتاية، ممكن تستخدم أحياناً في التأديب نوع من الحرمان، يختلف عنه هو صبي، ويختلف عنه في المراحل الناضجة اللي بعد كده. فمسيحنا استخدم وسائل مختلفة، رغم أنه حبه لكل البشرية هو حب واحد، هو محب لكل البشر، لكن يتعامل مع الفريسيين بطريقة، ويتعامل مع الزناة بطريقة، ويتعامل مع التلاميذ بطريقة، ويتعامل أيضاً مع الحكام بطريقة، ويتعامل مع الجمهور بطريقة أخرى. فمسيحنا صورة حية نحمله فينا لكي نعرف كيف نتعامل مع الآخرين. لما قريت الأصحاح الثامن من هذا السفر، أحسست أنه يشوع ابن سيراخ يشتهي أن كل واحد وكل واحدة فينا يبقى السفير الحقيقي للسماء، وبيتعامل مع الآخرين كسفير لربنا وكوكيل عن السماء. ولهذا أرجو أن احنا لما نحب ندرس إزاي نتعامل مع هذه الفئات اللي بين إيدينا، وهم من أربع فئات: فئة المقتدرين، فئة المخطئين، فئة الشيوخ، وأيضاً فئة المتهورين. أربع فئات مختلفة، وكل فئة تحتاج إلى طريقة معينة للتعامل مع الآخرين. ليه؟ علشان عايزين المجتمع اللي بنعيش فيه يصير أيقونة للسماء. ولأني أنا سفير للمسيح، فبتعامل معاه لكي أعلن المسيح اللي في داخلي لإخواتي، لكل مجموعة، كل جروب، بالطريقة اللي فيها خلاص نفسهم وأبديتهم، وفيها أيضاً خلاص نفسي، وفيها مسرة الله لي. يعني لازم نبقى واضحين إن معاملتنا مع الناس مش مجرد حكمة بشرية، تعمل إيه مع الغضبان، وتعمل إيه مع المقتدر، وتعمل إيه مع المتهور، تعمل إيه مع الشيخ، تعمل إيه مع الشاب. لا، هي عبارة عن أنا وكيل الله، سفير المسيح، حامل روح الله القدوس. ولذلك الأمور المكتوبة في هذا السفر أو في هذا الأصحاح ربما تبدو أحياناً صعبة، لكن في المسيح يسوع مفيش حاجة صعبة. يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الثامن الآية 7: إذ ليس هو خاضعاً لناموس الله، ناموس الحرفي، لأنه أيضاً لا يستطيع. مين يقدر ينفذ الناموس؟ مين يقدر ينفذ الوصايا اللي بين إيدينا؟
فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. الكلام اللي بين إيديا ربما يبدو كأنه مستحيل. وأما أنتم فلستم في الجسد. أما أنتم فلستم في الجسد، أمال إيه ده اللي أنا عايش فيه؟ قال بل في الروح إن كان روح الله ساكنا فيكم. طول ما روح الله ساكنا فيا، حامل روح التبني اللي بيه أصرخ يا آبا الآب، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. فإحنا لازم نضع في ذهننا عبارة معلمنا بولس الرسول: الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. فأرجو لما نحط هذا الدستور في تعاملنا مع الآخرين، مش بحطها إنسان مع إنسان، لكن بحطها كابن ربنا مع البشرية، اللي أشتهي أنهم يدوقوا البنوة لربنا ويدوقوا المسيح الساكن فيا، واللي بيعلن حبه وحكمته في التعامل مع الآخرين. هاخد مجموعة مجموعة. المجموعة الأولى نسميها التعامل مع المقتدرين، وهنا يتكلم عن ثلاث أصناف من المقتدرين. الإنسان المقتدر اللي يظن أنه صاحب سلطان، والإنسان المقتدر الذي يظن أنه بأمواله يستطيع أنه يشتري العالم، والإنسان المقتدر اللي لسانه فالت طول النهار يتكلم يظن أنه بكلامه يستطيع أن يغلب وينتصر على الآخرين، صاحب كلام وصاحب حكمة وصاحب معرفة، وينظر إلى الآخرين أنهم أقل منه. يعني ثلاث أصناف: إنسان يعتمد على سلطانه، إنسان يعتمد على غناه، إنسان يعتمد على لسانه وحكمته وقدراته الكلامية. كيف نتعامل مع هذه الفئات الثلاث؟ يقول: لا تخاصم المقتدر لئلا تقع في يديه، لا تشاجر الغني لئلا تصير ثرواته ثقلا، فإن الذهب أهلك كثيرين وأفسد عقول الملوك. لا تخاصم الثرثار ولا تجمع على ناره حطبا. الإنسان اللي يظن أن صاحب سلطان ما تدخلش في مواجهة معه. ليه؟ لأنه زي ما بيقول المرتل، الحقيقة عبارة جميلة في المزمور 124، يقول: لولا الرب الذي كان لنا، لولا أن ربنا اللي كان في صفي ليقل إسرائيل، لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا، إذا لابتلعون أحياء عند احتماء غضبهم علينا، إذا لجرفتنا المياه عبر السيل على أنفسنا إلى آخر. ذهبي الفم يقول: أخطر ضربة الإنسان الغضوب، لأن الغضب زي ما بيقول قديس يوحنا ذهبي الفم يفقد الإنسان نعمة ربنا. ربنا لا يعمل في الإنسان الغضوب. يقول: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. عمل روح الله القدوس في كل واحد فينا، كيف يعيش بروح الوداعة؟ كيف يعيش بروح المسيح؟ كيف يستطيع أن يمتص غضب الآخرين؟ فلا تخاصم المقتدر الغضوب لئلا تقع في يدي. يقول: لولا أن ربنا في صفي لابتلعون أحياء عند احتماء، لما يحمي أو يصير الغضب بتاعهم في منتهى الحموم، إذن لجرفتنا المياه عبر السيل. ذهبي الفم يقول أن الإنسان الغضوب وبالأخص المقتدر واللي يظن أنه صاحب سلطان أبشع من الوحش أو الحيوانات المفترسة. يقول: الحيوان المفترس
إذا حتى ضر إنسان أو افترس لكن بعد ما يفترس يهدى. أما الإنسان في غضبه مهما عمل كل ما يعمل كل ما يزداد غضبه ثورة، وما فيش حاجة تقدر توقف الغضب ما لم تعمل نعمة الله في داخله. ولذلك يقول لابتلعون أحياء، ويقول لجرفتنا المياه لعبر السيل على أنفسنا، زي المية الجارفة اللي لا تتوقف تأخذ صد اللي قدامها وتسحبهم ولا تقف عند حد معين. لا تخاصم المقتدر. شتان ما بين إنسان يرى إنسان صاحب سلطان فيقف قدامه، وإنسان شبعان في أعماقه لأنه يدرك أنه صاحب سلطان. لنا سلطان أن ندوس على الحياة والعقارب. حاكم نفسه أفضل من حاكم مدينة. الإنسان الذي يحمل في داخله ما قاله السيد المسيح: أعطيكم سلطانا أن تدوسوا على الحياة والعقارب وكل قوات العدو. يا ريت لما نلاقي إنسان صاحب سلطان بدل ما أقف في وشه أتذكر أن أنا أيضا لي سلطان أعظم بكثير، وهو أن أنا حامل إلهي في داخلي بيديني نوع من الاكتفاء الداخلي، وبيرفع كل أعماقي للسماء ويعطيني أن أعيش دائما في نجاح مستمر وفي حياة مقدسة. لا تشاجر الغني. لما إنسان يكون بيعتمد على غناه ويظن أنه ممكن يشتري ذمة الناس أو ضمائر الناس أو إمكانيات الناس بفلوسه، يقولك ما تدخلش في صراع معه لئلا تصير ثرواته ثقلا. الخير اللي ربنا ادهوله بدل ما يكون سبب بركة للكثيرين يبقى ثقل على هذا الإنسان وثقل على الإنسان اللي بيقومه. فإن الذهب أهلك كثيرين وأفسد عقول الملوك. ولاد ربنا الذهب بتاعهم هو الحياة السماوية، ولاد ربنا الغنى بتاعهم أنهم حاملين زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: لنا كنز في أوان خزفي. فأولاد الله في مواجهة المقتدرين إذا لقي واحد صاحب سلطان يتطلع إلى السلطان الداخلي فيه، وإذا رأى إنسان مهتم بأمواله ومعتمد عليها يتذكر أن له كنز وهو المسيح الساكن فيه. لا تخاصم الثرثار كثير الكلام ولا تجمع على ناره حطب. اشفع عليه. لما تلاقي واحد بيتكلم كتير وبيدافع عن نفسه كتير وبيدين الناس كتير وبيحكم على الناس كتير، بدل ما تصده وتقف ضده لأنك مش هتجيب نتيجة، لكن ترفق بيه أنك تبقى صامت وتتكلم مع الله القادر أن يقدس فمه ويقدس حياته بدل ما يعيش في هذه الثرثرة. ده أول نوع من التعامل مع المقتدرين، سواء بالسلطة أو الاعتماد على المال أو الاعتماد على اللسان. احنا نعتمد على الإله الساكن فينا، روح الله القادر أن يعطينا روح القوة والسلطة ويعطينا حكمة وكلمة من فوق. التعامل مع المخطئين. الحقيقة مدي حاجة بسيطة ولطيفة، صنفين من المخطئين. صنف يسميه الناقص الأدب، يعني إنسان لسانه فالت، يتريق، دايما يمزح، وإنسان تايب عن خطيئته، غلط لكن تايب. كيف أتعامل مع الأولاني في المسيح يسوع وكيف أتعامل مع الثاني في المسيح يسوع؟ لا تمازح الناقص الأدب لئلا يهان أسلافك. واحد يتريق
ما تسيبه يتريق. الدخول معاه على مستواه يفقدك مش كرامتك، كرامتك مش بسيط، لكن حيهين حتى الأسلاف الجدود بتوعك، وبتجيب عار وخجل للعيلة بتاعتك. ما تنزلش على نفس المستوى. ولاد ربنا أحبائي، زي ما دايما بنذكر، أو زي ما بيقول يوحنا الحبيب، جعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه. مش قادر أقبل في أعماقي في الداخل الإنسان المسيحي المازح اللي يتريق كتير وينكت كتير ويظن أن النكت والمزاح ده نوع من أنواع يعني خفة الدم أو اللطف أو يكسب الناس. صدقوني كثيرون ضاعوا بسبب المزاح أو التريقة ولو كانت على سبيل الملاطفة. ولاد ربنا يمثلوا السيد المسيح، ودايما الواحد يسأل نفسه هذا السؤال: لو إن رب المجد يسوع مكاني، كان ممكن يقول النكتة دي؟ كان ممكن يمزح بالطريقة بتاعتي؟ أو بمعنى آخر، لو المسيح مكاني، ماذا كان يفعل يسوع رب المجد لو كان في الموضع بتاعي؟ للأسف مش بندرك أننا ملوك وكهنة لله أبيه، ودي الحتة الخطيرة. بنتعامل مع العالم كما لو كنا من هذا العالم، ومسيحنا أكد لنا هذه الحقيقة، قال لنا أنا لستم من هذا العالم، وقال لتلاميذه أنتم لستم من هذا العالم، لو كنتم من العالم لكان العالم يحبكم. مش قادرين ندرك مركزنا الحقيقي في هذا العالم. كثير من السجناء اللي كانوا في السجون كسبوا السجانين والولاة والملوك والقياصرة إلى الإيمان بالمسيح وهم في السجن. يعني يوسف لما كان في السجن ما كسبش رئيس السجانين بالتريقة وبالملاطفة وبالنكت أبدا، ولا بالمزاح، لكن كسب رئيس السجانين لأنه كان أيقونة حية لإنسان الله، ليقول كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. بولس الرسول كانت إيديه في السلاسل، وأيضا أحيانا قدميه في المقطرة، وهو داخل السجن جه السجان يسجد قدامه وقدام سيلة ويطلب الخلاص لنفسه. وتمتع السجان وأهل بيته بالمعمودية والاعتراف بالخطايا والرجوع إلى الله، وتمتع الكل بالخلاص في المسيح يسوع. أينما وجدنا تحت كل الظروف، حتى ولو كنا في داخل السجن، لازم نعرف أن احنا حاملين المسيح، ومن خلالنا زي ما بيقول في سفر الأعمال أن كانت الكنيسة تضم كل يوم الذين إيه؟ يخلصون. دي رسالتي. بقي على رأي القديس ماري يعقوب السروجي: لم يخلق هذا الفم لكي يأكل ويشرب، وزي ما بيقول القديس ما يوحنا ذهبي الفم، الله لم يخلق هذا الفم للمزاح والسخرية والتريقة، ولكن خلق هذا الفم لكي يتكلم كلمة الله، عشان يتقال عنا كما قيل عن موسى أن الله كان في فمه. ياريت الواحد يتذكر دايما أن بقه ده مقدس لله وشهادة حي، بوق ينطق بكلمة الله. ولا تعير التائب عن الخطية، واذكر أننا جميعنا مستوجبون العقوب. أحبائي،
مسيحنا نزل مخصوص إلى العالم لأننا خطاه، ورسالته أنه يبسط يديه لكي يضم البشرية في أحضانه لكي يعطيهم التوبة والرجوع إليه. حينما تسخر بإنسان تائب عن خطاياه، إنما تسخر بالمسيح الذي مات من أجله. لا تعير التائب عن الخطية. صدقوني، لما بندين إنسان عن خطاياه بنسقط أحنا في نفس الخطية. ترفقوا، زي ما بيقول القديس أمبروسيوس، ترفقوا بالخطاة، لأن رسالة الكنيسة لا أن تدين وتحكم على الخطاة، بل أن تشفي وتهتم بخلاص الخطاة. شغلتها أن تحل لا أن تهلك. فده بالنسبة للمخطئين، سواء كانوا ناس يعني مستهترين مازحين أو كانوا ناس تائبين، إزاي نتعامل مع دول وإزاي نتعامل مع الآخرين. الفئة الثالثة وهي فئة التعامل مع الشيوخ، وهنا يقصد بالشيوخ ليس فقط كبر السن زي ما في سفر الأمثال، ولكن الإنسان اللي عاش زماناً مع الله وقضى شيخوخة حكيمة، أو زي ما بيقول شبعان أياماً. شبعان أياماً يعني فيش يوم ضاع من عمره. يقول القديس ذهبي الفم، وأيضاً يقول العلامة أوريجانوس، كثير من الشيوخ حسب الجسد هم أطفال وأيامهم مش محسوب، وكثير أيضاً من الأطفال الصغيرين يحملون حكمة الشيوخ ودقائق حياتهم وربما أقل من الدقيقة تستخدم أو تحسب كأنها سنوات. الدقائق اللي عاشها اللص اليمين في لحظات الصلب أثمن وأغلى، وزمنهم طويل، يعتبر وقت طويل به دخل إلى الفردوس، بينما كثير من الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة والكهنة كانوا شيوخاً حسب الجسد، ولكن أيامهم ضاعت بلا ثمر. لا تهن إنساناً في شيخوخته، فإن أناساً منا أيضاً يشيخون. لما تلاقي إنسان بدأ يعيش مع ربنا وبدأ يتمتع، إذا صح التعبير، بحكمة الشيوخ، بعمل روح الله القدوس فيه، ما تتريقش عليه. لا تهن إنساناً في شيخوخته، مش بس كبر السن، ولكن الإنسان اللي بيدوق حكمة ربنا. فإن أناساً منا أيضاً يشيخون، يعني قل له يا رب أنت اديت فلان ده روح الصلاة، ممكن تديني أيضاً روح الصلاة؟ اديت لهذا الإنسان إيماناً لكي يعيش ملتهباً بالروح، ممكن تلهب كياني بروحك القدوس؟ أعطيت هذا الإنسان أن أعماقه تلتهب بمحبة بيت ربنا لكي يعيش كما في السماوات عينها، ممكن تشرق بنورك علي وتدوقني هذا الاشتياق الجميل لأعيش زي ما عاش سمعان الشيخ اللي حمل السيد المسيح على ذراعيه وقال: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك. أحبائي، زي ما بيقول ماري يوحنا سابا، احمل الطفل يسوع على ذراعيك كما حمل سمعان الشيخ، كما حمله سمعان الشيخ، وسر به في الهيكل، وخلي كده أعماق نفسك تنطلق كما إلى السماء وتلتهب حبا بالأبدية. لا تشمت بموت أحد، واذكر أننا جميعنا نموت، أو أننا نموت جميعا. لا تشمت بموت أحد،
ما تقولش فلان ده عامل وخلى سواء فيا أو في غيري أو حتى في الكنيسة وتقول ربنا انتقم منه. لا أحبائي، مش صح. احنا نشتهي خلاص جميع الناس، حتى المقاومين للحق، حتى مضطهد الكنيسة. لا نشمت بموت أحد، لا الموت الروحي ولا الموت الجسد. واذكر أننا نموت جميعا، حسب الجسد كلنا حنموت، وأيضا حسب الروح إن كنا نشمت في الآخرين فنهلك نحن أيضا معهم. لا تستخف بالكلام الحكماء، بل كن لهجا بأمثالهم. لما تلاقي إنسان عايش مع ربنا التصق بيه وتعلم منه وإلهج بالأمثال أو بالحكمة بتاعته، وقول زي ما فلان عايش. وده كان سر قوة كثير من آبائنا القديسين، إنهم كانوا يتقابلوا كتير مع بعض ويتكلموا في الروحيات ليس في الجسديات. لعلنا نلاحظ في التسبحة في الكنيسة، المفروض يكونوا صفين، مش الشمامسة، الشعب. صف بنسميه إبلي، وصف بنسميه بحري. صف من ناحية الجنوب ده الإبلي، ومن ناحية الشمال بنسميه بحر. والمفروض في التسبحة صف بأكمله، كل النص بتاع الكنيسة يقول مقطع والنصف الثاني يرد عليه بمقطع، سواء كان تسبحة أو ثيوتوكيات أو كانت قطع من الإنجيل إلى آخر. هذا النظام كان معمول في الكنيسة الأولى، مش بس في الكنيسة ولكن حتى في حياتهم اليومية. أنا منساش وأنا يمكن كنت في ابتدائي، يمكن أو أقل شوية، يعني مش في الابتدائية، يمكن تالتة ابتدائي أو حاجة، النظام القديم. كنت زرت بلد ليا قدام الأقصر، ما مش بنسى الاسم. المهم ان هذه البلد كان كلها تقريبا مسيحيين، يقولوا ما كانش فيها غير الغفير هو غير مسيحي، اسمها نقادة. واتذكر وانا طفل صغير، دي المره الوحيده اللي رحتها وانا طفل مع والدي، واذكر لا انسى هذا المنظر، اغلبهم يشتغلوا نول، وكانت الانوال دي النسيج اللي يطلع يتصدر بره، لأن كانوا مشهورين بالنسيج القبطي الفاخر. وأذكر كنت أدخل كده في الحارات ألاقي في النول مجموعة اللي بيشتغلوا في النول ده يقولوا مزمور، الناحية التانية يردوا عليهم بمزمور، ودول يردوا يقولوا مزمور أو جزء من مزمور والتانيين يردوا، وكأنهم كانوا في الكنيسة. مش حكاوي قابلت مين وأكلت إيه واشتريت الفستان ده من فين وشفت القناة الفلانية بتقول إيه والمقابلة الفلانية مع فلان والحرب. لا لا، ما كان يشغلهم، أنا ما أعرفش حاليا ظروفهم إيه، لكن اللي أنا شفته ما كان يشغلهم هو التسبيح بالمزامير والتسابيح على مستوى طول اليوم وهم بيشتغلوا. وكان هذا النظام ايضا موجود في الزراعه، واذا كان الناس وهي بتزرع او بتحصد او غيره عشان ما يحسوش بطول الوقت، دول يغنوا جزء والتانيين يردوا عليهم، ودول يقولوا جزء ودول يردوا عليهم. ولسه البواقي دي موجوده في الاعمال الصعبه، زي مثلا في احيانا في البناء او شيل الحاجات الثقيله، دول يقولوا حاجه فيها اغنيه والتاني يردوا عليها عشان ما يحسوش بالتقل. عايز أقول أحبائي، حتى الآباء السواح، من الرهبان لما كانوا يتقابلوا يندر أنهم يتكلموا في شيء، وإذا تكلموا يتكلموا في عجائب الله،
لكن أغلب مقابلتهم كانت تسابيح مستمرة. لا تستخف بكلام الحكماء، بل كن لهجا بحكمتهم أو بأمثالهم. نفسي يا ربي تقدس فمي وفم أفواه إخواتي، ويبقى البقنا يتكلم كلمة ربنا اللي بينطق بها أولاد الله، بدل ما نتكلم في أمور العالم كتير. فإنك منهم تتعلم التأديب أو الأدب يعني، والخدمة لدى العظماء. أنا متهيئ لي دي ليها معنى روحي جميل. لما بنتكلم مع بعضنا بلغة السمائيين، لغة التسبيح، بنتعلم الأدب السماوي، كيف يعيش السمائيون في حضرة الله، ونتعلم الخدمة لدى العظماء، لدى الثالوث القدوس، نعرف كيف نخدمه بالروح والحق. لا تتجاهل كلام الشيوخ، فهم أيضا تعلموا من آبائهم. هو ده التقليد. التقليد إن أنا بدوق ربنا وبعيشه في حياتي، وبترجمه في سلوكي، وبترجمه في كلماتي، وبترجمه في أحلامي، وبترجمه في كل تصرف، حتى في نظراتي. فالجيل الجديد بيستلم مني مش عبارة عن نقط معينة، أؤمن بكذا وتعمل كذا وتتصرف إزاي وتعمل إيه في الكنيسة، كل ده أوكي، لكن بيدو زي ما قال السيد المسيح: تعلموا مني لأني إيه؟ وديع ومتواضع القلب. شوفوني بسلكوا إزاي. أخذ تلاميذه وهو بيصلي، وكان أحياناً يقضوا فترات طويلة معه وهو بيصلي. شافوه هو بيأكل، شافوه وكيف يتعامل مع الخطاة، وشافوه كيف يتعامل أيضا في كل جوانب الحياة. يا ريت يا ربي تدينا نحن كلنا نتعلم منك، وإن هذا الجيل يسلم الجيل الآخر الجديد روح الحق، وليس يا ربي الشكل والروتين، ولكن الحياة الداخلية المترجمة عمليا في حياتنا. ومنهم تقتني الفطنة أو الفهم، وأن ترد الجواب في الوقت الملائم. تبص تلاقي كده الكلمة اللي طالعة مملحة بملح الروح، والكلمة بتاعتك توزن بالذهب، لأن الله هو الذي يتكلم بك وفيك. هنا التعامل مع المقتدرين، التعامل مع المخطئين، التعامل مع الشيوخ. آخر حاجة التعامل مع المتهورين، ودي حتة خطيرة. من أخطر ما يمكن في حياة الإنسان إنه يقول لك أنا بدافع عن الحق، أو إن أنا باخد حقي، أو إن أنا مغلطش. مش دي رسالتي. أنا رسالتي شايف العالم بيتهور، كيف يتمتع العالم بروح المسيح؟ كيف يتلامس العالم مع غنى نعمة الله الفائق؟ كيف يتحول العالم إلى أيقونة حية للحياة السماوية؟ فهنا بيدينا مجموعة حوالي 10 وصايا، دستور كيف أتعامل مع النفوس المتهورة. لا توقد جمر الخاطي لئلا تحترق بنار لهيبة. هو يولع نار وانت تولع نار معاه، وممكن تتحرق بسبب. فأولاد ربنا لما يلاقي فيه جمر نار في إنسان، يديله الايه، بدل ما يولع بشوية بنزين، يسكب من مياه نعمة الروح القدس فيه. كم مرة واحد غضب من أجلك، ابتسمت ولطفت ودخلت مخدعك ورفعت عينيك، قلت له: يا ربي أنا مش هقدر أنام إلا لما يعيش معاك ويتمتع بيك.
مش داخل اقول له انا عايز تاخد حقي وهو اهني هو اتكلم ضدي لا لا لا، ده غالي عليا زي ما هو غالي عليك، ومشتاق لخلاصه زي ما انت يا ربي قدمت لي الخلاص المجاني. لا توقد جمر الخاطي لئلا تحترق بنار لهيبه، لا تقف في وجه البطاغطرس لئلا يجعل من كلامك كمينا ضدك. هو يغلط تجي رادد بنفس الغلط، هو تبص تلاقي بدا ايه يلقط لك الغلط، تقول له انت بديت، تقول لك لكن انت غلطت. شوف يقول ايه المرتل: ان فلتت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن انفلتنا، عوننا باسم الرب الصانع السماوات والارض. مزمور 124. لما تلاقي انسان متغطرس اعرف ان عدو الخير بيحط لك فخ. وعلى رأي ذهبي الفم في تعليقه على هذه العبارة يقول: صحيح العصفور، تخيل كده عصفور، انا ما انساش زمان ايام ما يمكن كان ابونا سيدنا البابا لما كان ابونا انطونيوس السورياني، وذكر كنا واقفين كده على المكان بتاع خلوة، المكان الخلوة جوه دير السوريان، وبعدين لقي عصفور طالع من شجرة كده بيطير، فقال الآية الجميلة دي: إن فلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن انفلت. الممكن العصفور الصغير الطاير ده لو جه فخ حديد ومسك في رجله ده ممكن تتكسر رجله، حتى لو حبيت تطلعه من الفخ تبص تلاقي رجله تبقى تعبانة إن لم تكن انكسر. لكن مع الضعف بتاعي أنا كعصفور صغير، يقول ذهبي الفم: لا تستخف بنفسك، لأنك أنت تحمل قوة الروح، معاك سلاح الله الكامل. ويقول عبارة جميلة: أنت لست بإنسان ضعيف لأن روح الله عامل فيك. فما تقفش كعصفور جوه الايه الفخ، لكن اهرب من الفخ. مش هيقع العصفور جوه الفخ إلا إذا إيه نسي نفسه وقعد يتنطط على الأرض، لكن طول ما هو على الشجرة وطول ما هو طاير الفخ ما يقدرش يمسكه. طول ما أنا على الصليب شجرة الحياة وطول ما قلبي طاير ناحية السماء لا يستطيع عدو الخير أن يصطادني. لما تلاقي حد متغطرس ارشم صليبك وقال له: يا ربي أديني روح القوة لكي أهرب، لكي لا يكون لي كمين أو فخ من يطلع من بقي. العيب مش في المتغطرس، العيب فيا أنا، لأن بدخل في حوار معاه زي ما دخلت حواء مع الحية. لا تقرض من هو أقوى منك، فإن أقرضت شيئا فاحسب أنك قد فقدته. في ناس كده يعني تاخدهم الشهامة، وواحد يقول أنا علي مبلغ وقدره، يقول له أنا ضامن ليك، ويروح للشخص يقول له أنا ضامن، وبعدين يجي وقت الوفاء ما يوفيش فيقول له أنت ضامنه، فيقول: لا تقرض من هو أقوى منك، ممكن يتخلى عنك ويكون عنده قدرة أنه يسدد، لكن يقول لك: مش أنت ضمن؟ سدد بقى، دي غلطتك مش غلطتي. فهنا بيطلب مننا كل واحد يحسب حساباته كويس ويعرف تقدير كل ايه، لا ينبغي ان يرتقي فوق ما يرتقي. كل واحد ليه حساباته في اموره الروحيه وحتى في اموره الزمنيه. لا تكفل، لا تكن كفيلا فوق طاقتك، ما تقولش انا كفيل لفلان، فان كفلت فاهتم اهتمام من يفي. لما تقول أنا كفيل بالمبلغ ده لازم يكون المبلغ عندك عشان تعمل حسابك أنك هتوفيه. لا
تقم دعوى على قاض لأنه يحكم له بحسب مقامه. نفسي كده دايما يبقى فينا روح الاتضاع، وكل ما الإنسان بيقولك إيه يقول زي ما علمنا السيد المسيح إن احنا نهرب من الشر، لا تقاوم الشر بالشر. فلما تلاقي إنسان واخد موقف ما تقعدش تقول لا لازم أنا أخد حقي، حقي هو المسيح لأنه هو الحق. فلا تقم دعوى على قاض لأنه يحكم له بحسب مقامه، حسب كقاضي ممكن القضاء يقف في صف. لا تسر في الطريق مع متهور لئلا يكون مرهقا لك، فإنه يسعى في هوى نفسه فتهلك معه بجهالاته. في الوقت اللي قبل كده يقول لنا في الحديث مع الشيوخ لا تتجاهل كلام الشيوخ، فهم أيضا تعلموا من آبائهم، وبيطلب مننا أن احنا نرتبط بالحكماء. في نفس الوقت أيضا يقول لك ما تمشيش مع إنسان متهور لئلا يكون مرهقا لك، إنسان متهور ممكن يضيعك معه. لا تشاور الأحمق اللي هو بلا حكمة، فإنه لا يستطيع كتمان السر. وهنا دي يمكن اتكلمنا عنها قبل كده، والحقيقة كتير مننا بيقعوا فيها، وتقريبا باستمرار بنلاقي الشكوى يقول لك فلان قلت له كل أسراري وكنا بنحب بعض وكنا كأننا ببيت واحد، ويعني زي ما كنا بنتكلم عن الصداقة في على ما أظن في الأصحاح السادس، وقلنا إن الحب له نظامه، لازم أعرف حدود كل إنسان. الصديق له حدود، مش كل أسرار البيت ولا كل ما في فكري أديه لكل إنسان، لكن لابد أن يكون لنا روح الحكمة، عشان زي ما بيقول لا تشاور الأحمق فإنه لا يستطيع كتمان السر. ممكن يكون أنت غلطت وتبت، لكن يطلع يشهر بيك ويضيعك. أمام الغريب لا تمارس أمرا سريا، في حاجة عايز تخبيها هتقولها قدام حد، فإنك لا تعلم ما سيبدو منه، ممكن يطلع أسرارك. لا تكشف أفكارك لكل إنسان فعساه لا يجزيك شكرا، يعني ممكن أنت تكون طيب ونيتك مقدسة وتحكي كل أسرارك وتكشف أفكارك للآخرين، فبدل ما هو يستفيد من هذه الأفكار أو يستخدمها لخيرك ممكن يستخدمها لضرك. ربنا يدينا أحبائي روح الحكمة وروح المشورة، وبروحي القدوس يفرح قلوبنا كلنا، نحن نسلك حاملين روح المسيح، نسلك بهذا التدريب اللي خدناه، ماذا كان يفعل يسوع رب المجد لو كان مكاني. ربنا يدينا كلنا نحن نتعامل مع الجميع من أجل خلاص نفوسنا وخلاص نفوسهم، لأجل بنيان الكنيسة كلها، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. في تنبيه